معايا من جديد في قناتكم للطبخ والجمال. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش الاشتراك بالضغط على المربع الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفية تحضير مثلجة كيف ما كتشوفوا كتجي لذيذة جدا والشكل ديالها جميل وراقي، مكونات بسيطة ويعني والأهم أنها سهلة التحضير. فنمشيو نشوفوا المكونات ومن ثم كيفية التحضير. بالنسبة للمكونات المثلجة فهي كالتالي، عندي هنا أول حاجة مستحضر لاموس كيف ما كتشوفوا 110 غرام، عندي جوج العلبات لأن كل واحدة كتخلط في ربع ديال الحليب وأنا عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، إذا غادي نحتاج جوج ديال البكيات. كيمكننا نستبدلوه بالمستحضر ديال الكلاص أولا يعني المستحضر ديال الشونتي، لكم الاختيار، فقط أنا هاد لاموس كيعجبني المذاق ديالها. وبما أننا غادي نحضروا المثلجة يعني بنكهة الكراميل فالفاني والكراميل كيمشيو مع بعضياتهم بواحد الشكل كبير. نصف لتر حليب بارد بشكل جيد، عندي هنا علبة ديال الحليب المركز المحلى على شكل يعني كراميل ماشي العادي يعني كراميليزي، غادي نستعمل نصف العلبة فقط. عندي هنا الياغورت الكريمي يعني عندي كل علبة فيها 80 غرام ما يعادل 160 غرام بيناتهم. عندي هنا الشوكولا ديال الحليب يمكننا نستبدلوها بالشوكولاتة السوداء 100 غرام، وعندي هنا 100 غرام ديال الجوز اولا الكركاع هكا مقطع قطع صغيره فقط للتزيين، كتبقى يعني العناصر ديال التزيين كتبقى اختياريه. نمشيو مباشره نشوفوا كيفيه التحضير. اول مرحله وواحد المساله خصني نشير لها، يعني الادوات كلها بارده، يعني هذا البول كان عندي في الثلاجه هو يعني والطراب يعني كل شيء بارد، الحليب بارد، الدانون بارد، الكراميل بارد، كل شيء بارد باش نضمنوا ان لاموس ديالنا طلع بشكل جيد. فغادي ناخذ هكا الكيسين ديال لاموس ونخويهم هكا ونضيف لهم داك النصف لتر ديال الحليب البارد كامل دفعه واحده ونطرب كل شيء حتى نحصل على واحد لاموس اللي هي متماسكه. هنا كيف ما كتشوفوا حصلت على هذا القوام بحال هكا، فغادي نضيف داك الياغورت اللي عندي الكريمي يعني العلبات بجوج، وغادي نضيف نصف الكميه من يعني الكراميل مستحضر الكراميل بحال هكا، يعني غير نصف الكميه باش ما يجيناش الكلاص ديالنا حلو بزاف صافي. وغادي نعاود نخفق مره اخرى حتى تنسجم العناصر مع بعضها. هنا كيف ما كتشوفوا العناصر هي كلها انسجمت مع بعضياتها، نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا تتمه المراحل. هنا ملي انتهينا من الخفق يعني العناصر هي كلها منسجمه مع بعضها كيف ما كتشوفوا القوام ديالو واقف مزيان، فغادي نضيف داك الشوكولات ديالي داك 100 غرام ديال الشوكولات ونحتفظ بواحد شويه يعني للتزيين غير واحد شويه بحال هكا، وداك الجوز اولا الكركاع كذلك ومثال حتى هو غادي نحتفظ بهاد الحبات للتزيين. وغادي نخلط هكا العناصر مع بعضها غير بواسطه السباتول بحال هكا باش ما نطيحش يعني داك الخليط ديالي يبقى هكا كريمي. غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى تنسجم هكا. ملي انسجمت العناصر ديالنا كامله كيف ما كتشوفوا، فغادي نجيب المول ديالي بحال هكا اللي يعني غلفته هكا بلاستيك غذائي باش يسهل عليا نخرج المثلجه ديالي من بعد ما تبرد، وغادي نخوي يعني هاد المزيج ديالي بحال هكا. ندير هاد الحركات هادي بحال هكا، يعني ونحاول نقاد السطح ديال المثلجة ديالي هكا بواسطة هاد السباتول بحال هكا. اللي ما عندوش هادي راه يقدر يدير غير ملعقة حتى هي راه توفي بالغرض بحال هكا باش يكون السطح ديالو مقاد ويجمد يعني بشكل اللي هو مضبوط. اللي بغيو نزينو غادي نلقاو السطح ديالو مضبوط هكا.
كيف ما كتشوفوا المثلجه ديالي هي جاهزه، غادي ندخلها للمجمد على الاقل ما بين 4 حتى 5 ديال السوايع، عاد نطلقها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للشكل النهائي ديال المثلجه ديالنا، فكيف ما كتشوفوا كتجي رائعه من حيث الشكل ديالها، والمذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. فنحاول نقطع واحد الجزء منها. هذا هو الشكل ديال المثلجه ديالنا كيف ما كتشوفوا، يعني كتجي زوينه بزاف، كنتمنى اكيد انكم تجربوها. اما بالنسبه للطريقه ديال التزيين فكيف ما كتشوفوا بسيطه جدا، يعني داك البقيه اللي بقات لي ديال الكركاع وداك شويه ديال الشكلاط يعني دردرتوها على الوجه ديالها، وخديت واحد شويه ديال الكراميل ضفته القليل من الحليب باش خففته، ودرتها كخطوط عشوائيه بوسط الملعقه. يعني دائما انا كنقول بالنسبه للطرق ديال التزيين كتبقى اختياريه وحسب اكيد المتوفر والذوق. فاكيد الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، وشكرا على حسن تتبعكم الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.